هحيلك برضو الى راي واحد من نجوم الاتحاد التاريخيين، الكابتن محمد عمر، في استوديو تحليل هذه المباراه. كيف راى محمد عمر النادي الاهلي وقيمته يا استاذ مدحت؟ يعني عايز الخص كلامك حضرتك وكلام عماد في حاجتين اللي تؤمر بيها كابتن سعد. لا عماد يعني قال جمله مهمه جدا، يعني ان احنا بنفرح النهارده وبكره وبعد كده بنفكر في البطوله. هي دي السمات اللي موجوده في فرق البطوله. والحقيقه نموذج لهذه يعني هذه الفرق هو نادي الاهلي. نادي الاهلي نادي بطولات، نادي ما بيوقفش على بطوله، نادي بيفكر دايما في اللي جاي ايه، عكس الحقيقه معظم الانديه او كل الانديه اللي موجوده في مصر الحقيقه يعني. طبعا ما اقدرش ابخس حق نادي الزمالك، لكن الاهلي انا وجهه نظري مختلف. ويمكن دايما بقول عن النادي الاهلي حاجه وليد هيضحك يعني، هو النادي الاهلي انا من وجهه نظري كنادي مؤسسه هو نادي بصبغه اوروبيه كتب عنوانه خطا في مصر. كان لازم يكون في اوروبا النادي الاهلي بالمفاهيم. بالعكس يعني حتى لو كده ويبقى في مصر. دي وجهه نظري. يعني اقصد الفكره ده نادي يعني والدليل على كده هو بعد ريال مدريد اعتقد في عدد البطولات فنادي كابتن الخطيب في اخر يعني اخر احتفاليه قال لهم كده، قال لهم احنا يعني احنا دلوقتي بننافس ريال مدريد في الارقام يعني. دي حقيقه يعني. لا فالنادي الاهلي نادي مختلف، نادي بطوله فعلا، نادي ماشي على سيستم الحقيقه، ما فيش حاجه بتروح كده او كده يعني، فهو نادي يحترم الحقيقه. وكلام عماد كلام منطقي. يعني الكابتن محمد عمر لو كان هناك ظلما قد حاق ولا استشعر ان ظلما قد حاق بنادي الاتحاد السكندري، هو كان اقدر واحد واولى واحد ان يظهر غضبه التركيز على الاخطاء التي حصلت، ولكن بالعكس هو كان كل دوره يؤكد ان النادي الاهلي في حته تانية وانه بيحصد البطولات لقيمه النادي الاهلي. فالناس وده كان بعد انتهاء المباراه مباشره. وتذكروا ان انا جبت راي احد الحكام السكندريين العقلاء جدا الموضوعين جدا اللي ما زال له دور مع التحكيم المصري كابتن وليد شعبان، وقال نفس الكلام بقى على المباراه دي تحديدا، وقال ان الخطا كان من الخارج وهو رجل سكندري اتحداوي حتى النخاع. الذين يعبثون في العلاقات من فضلكم بره الحلبه. بره الحلبه. الزمالك وطلاع الجيش. طلاع الجيش استحق الفوز 3-1 على الزمالك عن جداره. واستحق اداء مباراه نهائيه ممتعه جدا سقف له الاهلي فيها وعمل له ممر شرفي في النهايه. هو انا بس قبل ما تروح لدي انا عايز اسال استاذ مدحت بما انه بيرجع فلاش باك ما رجعتش ليه على ماتش اف سي مصر الذي يعني اطيح به وانت وكل الناس قالت كده ان حتى في الوقت الاضافي ضربه الجزاء اللي اتحسبت كانت من الخارج ونوه عنها. هو يبحث العدل على طريقه مدحت العدل. لكن لو عايز ما كانش هيوصل بقى لطلائع الجيش ساعتها. لو عايز يدور على التحكيم في مباراه طلائع الجيش وازاي طلائع الجيش كان جدير بالفوز، ناخدك ونروح للكابتن سمير عثمان في اون تايم سبورتس. طبعا هي من اللقطه فيه تبين طبعا اهميه تقنيه الفيديو اللي موجوده عندنا دلوقتي. يعني لولا وجود تقنيه الفيديو تم احتساب هذا الهدف. والدليل على كده ان هتلاقي مساعد الحكم تحسين ابو السادات واقف كويس جدا، بس هو شايف الكره مش تسلل، بس طبعا واضح تسلل من اخر ثاني مدافع من فريق طلائع الجيش. طبعا كان لعيب نادي الزمالك مسابقه، والحمد لله الحمد لله في الاخر وصلت للعداله. حكم الفيديو طارق مجدي واحمد حسان رجعوا الحكم وفي تسلل سليم. طبعا دي حاله من الحالات دي في الدقيقه 53 تدخل عنيف على رؤى من فرانك ستيفن. راي حضرتك من الحالات اللي لازم محمود البنا بعد كده يركز كويس جدا في المباريات، لان مشكله الكره دي بالنسبه لي انا ان محمود ما حسبش اصلا ان الفاول في الكره دي. يعني هو مجرد الفاول برضو ده ما اتحسبش. لا طبعا لازم يبقى في تركيز افضل. هنا كان لازم يتم احتساب الفاول، ده رقم واحد. رقم اثنين كان لازم يبقى في كارت اصفر. طب نكمل. طبعا الدقيقه 78 مطالبات من لاعبي طلائع الجيش بطرد محمود علاء بعد تدخل قوي من ناصر منسي. بص هو طبعا اللي احنا شايفينه هتلاقي محمود داخل بلعب فيه تهور على لعيب طلائع الجيش. تمام. قصاد مساعد الحكم رقم واحد تحسين ابو السادات. طبعا هنا كان لازم يبقى فيه الفاول، تم احتساب الفاول، بس كان لازم يبقى فيه كارت اصفر طبعا لمحمود. هي صعب. طيب
يبقى برضو كان يستحق عليها اصفر وثم بطاقه حمراء. طيب الكره دي قدام حضرتك شايفها ايه؟ دي ضربه جزاء كان صفر عليها البدنه وبعدين الفار قال له لا تعالى ثم اتلغت لاسامه فيصل. طبعا التأذير بتاع محمود هنا مش سليم في الكره زي دي، مش سليم. مش سليم. اما نيجي نبص مفيش ولا احتكاك بالرجل ولا احتكاك بالايد. لعيب نادي الزمالك سقط لوحده بداعي التمثيل. بس هم بيشتغلوا خلاص كتيم ورك واحد. هو حسب حكم الفيديو رجعه بس ينقص القرار ده. كان لازم لعيب نادي الزمالك ياخد انذار للتحايل. نروح للدقيقة 93 ركلة الجزاء لصالح طلائع الجيش داخل المنطقة، نعرف رأي حضرتك فيها ايه؟ يعني طبعا ركلة الجزاء هو لعيب طلائع الجيش خد لعيب نادي الزمالك على بره، في طبعا في احتكاك. طبعا قرار محمود سليم. بص موقف تمركز محمود هنا كويس جدا، ما خلاش اصلا حد يفكر بتوع الزمالك يروح للحكم يقول له يعترض في حد. يعني كم الاخطاء التي حدثت في هذه المباراة كان الزمالك هو المستفيد منه. هو كان عايز يحسب الجون الاولاني صحيح. انت يا استاذ مدحت كنت فعلا عايز تحسب الجون الاولاني الاوفسايد المؤكد؟ هو انت يا استاذ مدحت كنت عايز تحسب ضربة الجزاء اللي فيها تمثيل وكان يستحق اللاعب عليها انذار؟ هو انت يا استاذ مدحت ازاي رضيت ان لعيب عندك يدي لعيب بالكوع وما يطردش؟ هو انت يا استاذ مدحت كنت عايز ضربة الجزاء بتاع طلائع الجيش ما تحسبش؟ انت عايز ايه بالظبط؟ هي فين العدالة اللي راحت هنا؟ استاذ مدحت انت قيمة ما يصحش يخرج منك الكلام ده، انت قيمة مؤثرة. ارجع لقيمتك الأدبية وانسى والنبي الدور اللي عايز تلعبه، إلا إذا كنت ليك أهداف أخرى من هذا الأمر هنعرفها بعدين.